سلام صحابتي الاعزاء، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم افكار التنسيقات للجامعه، ولا بالنسبه للبنات اللي كيخدموا ولا كيخرجوا نهار على نهار، يعني ماشي من الضروره الجامعه، سينو بنات اللي عندهم شغالات ولا اللي كيخدموا ولا اللي كيقراو ان جينيرال. مهم، حاولت نشارك معكم تنسيقات اللي يكونوا هكا شويه كلاس، التنسيقات يكونوا سبور. مهم، نحاول بهاد الملابس اللي توصلت بهم نخرج اكبر عدد ديال التنسيقات. لحقاش صراحه البنات، انا من النوع ديال البنات اللي لقيت راسي اكتشفت واحد الحاجه في راسي، الا مشيت حتى لبست مثلا شي تنسيق ما عجبنيش 100% وخرجت به، كنبقى مرونه نهار كامل. ما نعرف انا هكا دايره، ما كنقولش يعني ملي كنشوف شي واحد مثلا لبس شي حاجه، انا اصلا ما كنلاحظش الناس اللي نتوما كيلبسوا، والله من غير شتي حاجه وعجبتني بزاف داك التنسيق تنلاحظو، ولكن ماشي من النوع اللي كنشوف الناس شنو لابسه، سينو كنشوف راسي انا شنو لابسه. لهذا لكت انا ما مرتاحش بداك الشيء اللي لبست، كيضرني خاطري وكنقول علاش ما لبست ديك الحاجه، ولا علاش ما نسقتش بديك الطريقه اللي كنت ناويه نسق بها. مهم، يعني كنخرج وكنبقى ما مرتاحش. انا هادشي كما قلت لكم كيوقع ليا مع راسي، لهذا تعلمت واحد القضيه، هو اني دائما قبل ما نعس ضروري نوجد اللباس ديالي بالليل. الا ما وجدتوش بالليل الصباح تنوض مع الصباح ونقدر نلغي داك الموعد اللي عندي، ولا من غير كان شي حاجه ضروريه، ولكن صراحه ملي كنمشي نقضي داك الشغل كما قلت لكم كندم علاش ما وجدتش اللبسه ديالي الليله قبل. لهذا هذه واحد يعني واحد النقطه، الا كنتو بحالي من النوع ديال البنات اللي كتلبسوا شي حاجه ما عجبكمش 100% ملي كتخرجوا كتندموا، من الاحسن وجدوا شنو غادي تلبسوا بالليل. لهذا قلت علاش لا، غادي اكيد ينفعكم هذا الفيديو هذا، عطيتكم واحد الاقتراحات كيفاش تنسقوا يعني هذه الملابس هذو ديال فصل الشتاء، وخصوصا الملابس اللي هي دارجه على الموضه في هذا الخريف ولا شتاء 2018 2019. لهذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا ليا لايك كبيره ومن القلب، ولا بغيت نكثر لكم هذه الفيديوهات ان شاء الله ديال التنسيقات كيف ما قلت لكم قولوها ليا في التعليق، وما عليكم غير بواحد لايك سامبل، سهل بزاف. بوزة كبيرة ونبداو الفيديو ونوريكم التنسيقات اللي غنشارك معكم اليوم. اول تنسيق البنات غادي نشارك معكم اليوم هو تنسيق مثلا نقولو ديال نهار اثنين. نهار اثنين من الايام ديال السيمانه اللي كيجي صعيب صعيب صعيب، خصوصا البنات اللي كيخدموا ولا كيقراو، راكم عارفين كتكون الحد الراحه، السبت الراحه، وكيجي اثنين خصنا نخدموا ونبداو السيمانه عاوتاني كتبان لنا طويله. لهذا في ذوك الايام البنات ديما كنحاول نلبس شي حاجه اللي تكون مريحه، لهذا غنوريكم هذا اللوك. بغيت نقول لكم قبل ما نوريكم هو من عند شين، توصلت به من عند شين. لهذا كيف ما قلت لكم بغيت نخرج لكم من اكبر تنسيقات ولا اكبر عدد من التنسيقات ممكن، لهذا غنخلي لكم جميع لينكات باش يجيكم ساهل توصلوا لهم. في لاباغ دانفو غنخلي لكم كود برومو ديال 20% ولا ديال 15%، المهم داكشي اللي كنخلي لكم في لاباغ دانفو. وكما قلت لكم ملي غادي تضغطوا على لينيا راه غيديكم لاي باسه وريتها لكم في هذا الفيديو. وكما قلت لكم البنات هذا اللوك هذا كيفاش نسقته، كما كتشوفوا بسروال كحل، تشاكيطه ديال الكوير، حتى التشاكيطه حتى هي كنت وصلت بها شحال هذا من عند شين. المهم كنت نسقته بهذا السبرديله اللي خارجين دابا لاموض، كما كتشوفوا راني لبستها. عرفتي هذه السبرديله البنات رائعه في اللبسه، كتجي كتحمق، خصوصا البنات اللي عجبكم هذا الستيل هذا، كما كتعرفوا دايرين ضجه كبيره دابا في المحلات، جميع المحلات ديال الموضه عندهم هذا الستيل ديال السبرديلات، وصراحه في شين عندهم والكاليتي مزيانه والثمن جد مناسب. كما كتشوفوا كتجي دايره بحال هكا، فيها السيور بحال هذا اللون هذا، هذه جات كتشبه الفالنسياغا اللي كما كتعرفوا الثمن ديالها جد جد غالي بزاف بزاف بزاف، وهذه يمكن للاخيره ستيل الاخر اللي خرجوا الفالنسياغا اللي كتجي بحال هكا، كيجي فيها بحال واحد اللون بالصفر ولا بلون كاسي، صفر حسن صفر، وبالغوز باستيل. صراحه فيها لي ديتاي كيحمقوا، انا عجبتني بزاف كيف ما كتشوفوا، وخديت فيها النمره 40 وجات قدي. انا النمره 40 بحال اللي قلتو هي نقولوا بحال الطايه ديالهم بحال الطايه ديال زارا، يعني انا كنلبس من زارا 40 ولكن من محلات اخرى 39، لهذا الا كنتو بغيتو تاخذوا شي حاجه ماشي خذوا على حسب الطايه ديال زارا. لهذا انا 40 ديال زارا هي 40 نيت ديال شين كيف ما كتشوفوا. وكما قلت لكم هذه السبرديله البنات كتحمق، وكما قلت لكم نسقتها مع التاكته ديال الكوير ومع هذا نقول هذا التريكو ولا ما نعرف ديال الكيطما اللي كيجي بحال هكا. هذا البنات خديت فيه الطايه ال، الا كنتو بحال شويه عامرين من الاحسن خذوا الاكس ال بحال هكا، كيجي ستيل ديالو كيجي بحال الشكل ديال كما كتشوفوها نتوما بلا ما ندير لكم، كيجي مقبوط من هنايا، صراحه زوين القطن ديالو كيحمق، يعني شي حاجه زوينه كيجي هنا من الداخل بحال القطن ديال الفوطه كيف ما كتشوفوا. اللبس ديالو مريح بزاف، ومن هاد النوع ديال التريكوات صراحه خصو يكون عندكم البنات، لانه كيعطق كما قلت لكم الايام بحال اثنين بحال الايام اللي ما كتكونش راشقه لكم، تلبسوا شي لبسه تخترعوا بزاف تقعدوا تفكروا بزاف، يعني كتجي ساهله كيجي ساهل في التنسيق. لهذا كما قلت لكم نخليكم تشوفوا التنسيق كامل كيفاش درت ليه باش كيجي.
الثانيه البنات هو هذا اللي غادي نسخو بهذا المونطو. كما كتعرفوا هذا ستيل ديال المونطوات هو اللي دارج على الموضه بزاف، كان من العام اللي فات. العام اللي فات كنت خديت واحد من عند شين، ولكن صراحه ما عجبني، مش هو زوين ولكن ما ثقيلش بحال هذا. يعني منين وصلني هذا عرفت انه كاين عندهم كيبانوا بحال اللي بحال بحال، ولكنهم ماشي بحال بحال. هذا كيجي التوب ديالو بحال بلايزر، كيجي خفيف ما كيجيش طايح. هذا سي هذا البنات كيجي طايح ثقيل، اللبسه ديالو كيجي كلاص، عرفتي كيجي كيحمق في اللبسه، وداخل فيها البنات واحد اللوين بحال الكاكي ولا الخاكي، بحال اللون كيوي الخضر ميليتار، الخضر ديال العسكر البنات داخل فيه. نسختو انا بسروال كحل بلي بوط كحلين، ودرت معاه الزيف باللون اللي داخل فيه، هو قليل كيف ما قلت لكم اللي هو اللون خضر ميليتار، داك بهذاك اللون درت الزيف وصافي. المنطور البنات كيجي بحال هكا، الكاليتي ما عندي ما نقول عليها، كتجي واعره، غير هو كيجي حدو قدو. انا خديت الال، يمكن سي كنت خديت الال ما كايناش فيه، ولكن سي كنت خديت الال، وكتجي يعني اكبر طايه ملي غتضغطوا على اللينك اكبر طايه لقيتوها، الا كانت الاكس ال ولا الال راه هي اللي خديت. اكبر طايه خديت من عندهم هي هذه، وصراحه جاني هو هذا كيف ما قلت لكم، جا في اللبسه هو هذاك حدو قدو. المهم كيجي كيحمق، وكلكم سولتوني عليه في الانستغرام فاش حطيت لكم الصوره، وراني هنا خليت لكم اللينك الا بغيتو تاخذوه. بالنسبه للي بوط انا سقت واحد لي بوط اخرين، بحق انا غنوريكم واحد لي بوط اللي حتى هما يقدروا يجيو معاه زوينين. سقت مع واحد لي بوط اللي كانوا عندي صراحه شريتهم من العام اللي فات، وكنت باغا زعما كنت باغا بغيت نلبسهم زعما، لهذا لبست هذوك وما لبستش هذو. بالحق حتى هذوك يجيو تقريبا بنفس الستيل، غير هما ماشي اوفر، لهذا بزاف البنات غايجيكم داك لي بوط اللي لبست معاها التنسيق اللي غادي تشوفوا شويه فيه لي ديتاي بزاف. بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبكمش لي ديتاي بزاف، تلقاو هذا في شي اللي هو الديتايز ديالهم خفافين. المهم كما قلت لكم السبرديله حتى هي كتجي بالكاخه ديالها، وهاد الصباطه هو كيجي بالكاخه السبرديله مع لبستها صافي، كيجيو كلهم حتى السبرديله كتجي في الفوندة ديالها. ولي بوط البنات كيجي بحال هكا، لي بوط غزال كاليتي واعره ما عندي ما نقول عليها البنات. خديت الطايه 40، كيجي من الداخل بحال اللي ملبس يعني بشي حاجه، كما كتشوفوا تقدروا تلبسوه مع طقاشر كحلين دابا فهاد البرد، ومثلا فصل الربيع ولا فصل الخريف مما كتكونش الشتاء بزاف وما كيكونش البرد، تقدروا تلبسوا مع غير هذوك اللعيبات اللي كنلبسوا مع الصبيبطات باش ما يعرقوش لكم رجليكم وصافي، لانه عرفتي رطيب البنات من الداخل. واكيد قيستو باش نشوف الطايه وجات قدي، وجاتني 40 هي هذه كيف ما قلت لكم، واللبسه ديالو مريحه يعني فاش قيستو ديك هذيك 10 دقائق في رجلي باش نشوف واش مريح ولا لا، جاني مريح بزاف في اللبسه. وهانتوما كما كتشوفوا كيجي غزال، هو ديال الدان، وعندهم حتى الا بغيتو غير جلد ما يكونش دان، بنفس يعني بنفس الفصاله وبنفس لي ديطاي، غير هو هذا ديال الدان والاخر ديال الجلد، راه غنخليه لكم في اللينك تاعو في لا باغ دانفو. وكما قلت لكم تقدروا تنسقوا مع هذا مع تقاشر كحلين، دابا نوريكم هذوك كيجيو ملبوسين حتى هما مع هاد التريكو كحل هذا اللي ولا كسوه، نقولوا كسوه ولكن حنا كالمحجبات كنعتبروه تريكو طويل. هاد التريكو البنات كما كتشوفوا كيجي بحال اللي مخطط، ولكن الكحل في الكحل يعني كما كتشوفوا ها هو التوب ديالو كيفاش داير. فهاد التريكو البنات خديت الال، وعندهم الوان عندهم بالغوز والكري يمكن ولا ما عرفتش شي بي ما عقلش، كيجيو فيه جويبات هنايا، كيجيو جويبات هنايا وكيجي واسع. المهم كلكم سولتوني في اللوك بوك اللي سبق، درت لكم فيديو اللي قبل من هذا، سولتوني عواطف فاش كنتي لابسه من تحت دوك الحوايج، لهذا راه هذا هو اللي كنت لابسه البنات. بصراحه كيجي زوين، تقدروا تنسقوه كما قلت لكم مع بزاف ديال الحاجات من زعما معاه. المهم دابا نوريكم كيفاش غنسقوا مع واحد الحاجه اخرى من غير هذا التنسيق هذا. كما قلت لكم كيجي واسع البنات من التحت، ما تخافوش زعما يماركي لكم الفورمه ديالكم ولا شي حاجه، سينو كيجي هو هذاك. وخديت الال، وانا جاتني الال هي هذيك يعني في كل شيء كما انا بغيتو وصلني، وهو من اليدين راه كيجي طرواكار. وانا نخليكم تشوفوا بعدا التنسيق هذا بهذا المونطو اللي وريتكم، اللي صراحه التنسيق كلكم حماقتوا عليه ملي حطيت لكم الصوره ديالو في الانستغرام، نخليكم تشوفوه. هو هاد الجيل هذا اللي كنت ليا سبق لي خديت من عندهم واحد، وخديت من عندهم واحد، خديت من عندهم جوج. بالحق واحد بعتو بالانستغرام لواحد البنت راكم شفتوه فاش حطيتو يتباع، وواحد جاني كبير بزاف، لهذا ما غاديش يصلح ليا، جاني بحالي شويه واسع لي. لا بجوج بهم كانت الال، لهذا ما نقدرش ناخذ حتى شي واحد فيهم، ولو حتى هذاك ما كانش ليا. بالحق كانت الال، لهذا خديت واحد بالام باش يلاه يجيني هو هذاك. كما كتشوفوا هذا هو جيلي كيجي بحال هكا البنات، كيجي طويل، الكاليتي ديالو واعره سبق لي هضرت لكم عليه، كيجيو فيه جويبات هنايا وصافي. وهذا البنات خديت كما قلت لكم الطايه امي، وحنا غنشوفوا كيفاش غايجي. كتجي فيه واحد الطقه هنايا،
وصافي البنات دابا غنوريكم غادي نسقوا بهذا التريكو الكحل هذا اللي كنوريتكم اللي تخديت من عند جين وبليبوط اللي قلت لكم تقدروا تلبسوهم بوحدهم ولا تلبسوهم مع تقاشر كحلين ونشوفوا التنسيق كيفاش كيجي. صراحه كيجي غزال الحقاش شفتوا كيفاش كيجي لي هذا كنقول لكم كيجي غزال بالحق. خليكم تشوفوا نتوما كيفاش كيجي ملبوس وكما قلت لكم نعطيكم حتى فكره اللي عندكم شي جيلي باي لون يكون هو لون كامل واحد تقدروا تنسقوه مع الكحل يعني ديروا لوك كامل الكحل كيجي كيحمق البنات. هذا خليكم تشوفوا التنسيق كيفاش كيجي. هي هاد القميجه هادي اللي كتجي بحال هكا كما كتعرفوا حتى هاد زعما هاد ستامبادو دارج على الموضه بزاف. كنت خديت مع عندهم في الصيف واحد القميجه اللي كتجي شويه طويله بالحق هادي عجبتني لانه الفصاله ديالها كتجي زوينه كتجي مجموعه من هنا ومن بعد كتجي بحال اللي دايره بحال الشكل ديال الفالده. المهم كتجي غزاله في اللبسه كتجي من هنايا شويه هذا واسع والفصاله ديالو بحال المبومبيه شويه. المهم كيجي غزال انا غنوريكم حتى هو كيفاش نسقت هاد كيفاش اللي نسقت هاد القميجه وتشوفوها كامله كيفاش كتجي ملبوسه. حتى هاد التنسيق البنات يقدر ينفعكم على نهار على نهار الخدمه ولا الجامعه ولا اي بلاصه تقدر تمشيو ليها. لهذا خليكم تشوفوا التنسيق حتى هو كيفاش كيجي ملبوس. هاد القميجه البنات راني خديت الطايا اللي الحاجه البنات الاخرى اللي خديت من عند شين هو الساك. صراحه من نهار جربت السيكان ديالهم وليت بغيت ندير واحد الكوليكسيون كامله من عندهم ديال السيكان لانه عندهم صراحه جوده زوينه بزاف بزاف عندهم ديما كيجيبوا الجديد يعني داكشي اللي درج على الموضه. لهذا خديت هذا السويك هذا اللي كيحمق البنات. صراحه واحد الحاجه اللي لاحظتها هو انه ملي كيبان السيت كيبان شويه كبير على هذا والحق ميجا صغير. صراحه عجبني لانه انا اصلا باغاه بحال هكا الا كان شي اوكاسيون سبيسيال ولا شي خريجه هكا سبيسيال من الاحسن تيكونوا السيكان صغارين كيجيو زوينين كيجيو حليلوين. المهم كيجي بحال هكا حيت البلاستيكه كيجي بحال هكا. المهم كيحمق من نهار شفتو في السيده البنات حمقني وقلت هذا اكيد غادي نديه كما كتشوفوا كيجي بحال هكا تقدروا تهزوه بحال هكا. بالنسبه للفتيح في الاول حرت ما عرفتش كيفاش كيتفتح هو كيتفتح بحال هكا ما عرفتش كيبان لكم يعني كتجرب بحال هكا و كيجي عامر بالكرتون اكيد باش ما يتعوج. هذه حاجه اللي كتعجبني في شي لانهم كيركزوا باش ما يجيوش في السكن معوجين. المهم كيجي بحال هكا الكاليتي ديالو واعره البنات شوفوها الجلد ديالو كما قلت لكم ماشي داك الجلد اللي كيبان من بعيد ماشي جلد كتجي معاه السميطه ديالو كما قلت لكم البنات كتجي معاه السميطه ديالو الا بغيتو تهزوه بحال هكا ولا الا بغيتو تهزوه بحال هكا يعني قلت لكم البنات شوفوا يعني تقريبا من بعيد كيفاش كيجي الا درناه مع شي تنسيق ولا شي حاجه. الحوايج ديالي ولكن غندوز نوريكم واحد الشويكيطه اللي خديتها لدانيا. كما قلت لكم ديك المره خديت لها الشاكيطه اللي هي النمره 100 اللي كتجي من 3 سنين حتى 4 سنين ولكن هذه المره قلت علاش لا غناخذ لها النمره 90 يعني الطايه 90 وخديتها لها بنت وجات هاد الشاكيطه هي هذيك جاتها يعني هي هذيك بحال اللي عبرتها عليها كيف ما كتشوفوا كتجي قصيصره كتجي عرفتي كيوت عرفتي فاش وصلت ليها الشاكيطه البنات قيستها لها عرفتي ما كرهتش من حيداش لها جاتها كتحمق. المهم دابا نخليكم تشوفوها كيفاش جاتها صراحه جات كتحمق كتحمق كتحمق. وهذه البنات غنسقها عليها مع تريكو بيض ومع سروال كحل ان شاء الله منين نكون عندها شي لوكات اللي يكونوا هكا نقدر نشاركهم معكم اكيد ندير لكم شي لوكوك مع بنتي نكونوا خارجين لهذا نوريكم كيفاش هي باش يكون عندكم افكار يعني البنات اللي بحالي كيبغيو يلبسوا بناتهم هكا مره مره يبدلوا لهم هكا اللوك ويلبسوا شي حاجه تكون هكا كيوت ولا شي حاجه يعني تشوفيهم بحال اللي هو وليد صغير ولا بنيه صغيره باللوك ديال ناس كبار. كيعجبني انا مره نلبس بنتي هكا. لهذا خليكم تشوفوا هاد الكويره كيفاش جات دانيا جاتها كما قلت لكم كتحمق وجاتها النمره 90 هي هذيك مع دانيا كما كتعرفوا ضعيفه يعني جاتها
لاصقه هي هذيك هي هذيك. وكما قلت لكم الكاليتي ديالها واعره، الكوير ديالها زوين، يعني بحال زعما بحال ديك الكاليتي اللي نقدروا ناخذوها من اي محل من هذوك الغالي اللي كيبيعهم ب 40 اورو 45 اورو بحال داك الشكل. وماشي كنتقام عليكم ثمن جد مناسب. وقول لي التعليق كي جات معاه واش عجبتكم ولا لا. الحاجه البنات الاخرى اللي خديت من عند شين وهي هذه القميجه اللي صراحه من شحال وانا كنشوفها حتى هي في السيت وكنقول ناخذها لا ما ناخذهاش لا ناخذها لا ما ناخذهاش. هاد المره قلت علاش لا غادي نجرب. هي صراحه كتجي زوينه من الفوق ولكن مع فيها الفصاله غاديه وكتجمع من التحت، جاتني شويه مزيره من التحت اللي غنوري لكم وتشوفوها من الفوق. يعني ما عرفتش صراحه ما تنسيق ما نوريكمش كيفاش نسقطها، غير نوري لكم كيفاش كتجي من البوسه. صراحه حمقوني لي ديتاي اللي فيها بحال هاد البوطونيس كبارين من هنايا، كتجي من اللور بحال هكا، التوب ديالها زوين ما عندي ما نقول عليه. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش المشكل اللي عندي انكم ضعيف، يعني كتكونوا ما تكونوش شويه عامرين غادي تجيكم هي هذيك، والحق الا كنتو عامرين بحالي شويه غادي تجيكم شويه دير. المهم دابا تشوفوا علاش كنهضر لكم باش تفهموا. وكيجي مع هذا اللاصو هذا اللي كتعقدوه حتى هو كيجي في الوسط ديال القميجه. المهم انا غنشوفو نوريها لكم تشوفوها من هنا للفوق باش تشوفوا تدي واحد الفكره، ولا تغطوا على اللينك راه غادي تفهموا كيفاش دايره الفصاله ديالها، يعني شفتوا الموديل لابساها. المهم انا غنوريها لكم كيفاش كتجي كما قلت لكم. وفي هذه البنات خديت انا الال، كنظن سي خديت الال في هذه القميجه هذه، ونخليكم تشوفوها ما صومينوس كيفاش كتجي من البوزه. والحاجه الاخرى البنات اللي خديت من عندهم هو هذا التريكو هذا ولا هذه الكسوه هذه اللي كتجي بحال هكا. صراحه غلطت واحد الغلط اللي ما عرفش كيفاش وقع لي. دابا انا كنت دايره في السله جوج من هادو، كنت دايره هذه اللي هي الال من الطايه ديال الكبار سي في الطايه ديال العاديين اللي كنلبسوا ديما، يعني البنات اللي ما كنلبسوش زعما اكس ال فوق، يعني في الطايه العاديين. من بعد كنت دايره عاوتاني وحده في الطايه الكبار اللي هما اكس ال اكس اكس ال وغادي هكاك، يعني في الطايه الكبارين. كنت انا دايره بالي غادي ناخذ الاكس ال يعني من المنطيط الكبار، وما عرفتش كيفاش درت حتى خديت هذه ديال ال، ما عرفتش يعني غلطت ما وخديت ال. ولكن المشكل اللي فيها هو انه جاني تريكو هو هذاك، غير هو نفس الشيء اللي وقع لي مع القميجه مع مع الفصله جات بحال هكا، جاني مزير من هنا. يعني كون كانوا هاد الفريفرات شويه طالعين لهنايا ما غيبانش هادشي، لانه غادي ما غاديش تزير لي هنا، غيجيو الفريفرات من هنا ما غيبانش كما قلت لكم داكشي مزير. ولكن الفريفرات جاو هنا تزير ليا وعاد الفريفرات من تحت. المهم ما انا كما قلت لكم غلطت في الطايه، لهذا غنخليكم تشوفوها حتى كيفاش كتجي غير من البوسه وصافي باش تديو واحد الفكره وصافي. اما كون خديت الاكسيل كان غادي تكون حسن، غادي تكون حسن. اما بالنسبه للكاليتي زوينه، قميجه يعني اللي من تحت بيضات وبزوين، وهذا مشيتو بخايب. الصوف ديالها نتوما كتشوفوا كيفاش داير، انا ما كنعرفش نشرح الثوب مزيان، يعني الكاليتي ديالها مزيانه خصها مزيانه، غير هو كما قلت لكم غلطت ما خديتش الاكسيل. وخديت البنات هاد الصاك هذا حتى هو كيجي بحال هكا، كيجي سامبل، كيجي فيه هاد الحاجات من هنايا، كيجي من الداخل فيه صراحه كبير هذا، لو تهزو فيه بزاف ديال الحاجات كتجي هنا واحد جوج ثلاثه، عاد باش كتجي سلسله ديال بلاصه التليفون، يعني صراحه فيه بزاف ديال الكومبارتيمنتوس. وعاد باش فيه السميطه الا بغيتو تهزوه زعما تهزوه كما قلت لكم بالطريقه الاخرى. وتا هو كيجي غزال صراحه، كيكونوا دهان هنايا داخل فيه بحال اللي الضوغي والنقري والفضي، يعني صراحه زوين كما قلت لكم. انا بتعطيه هديه لشي واحد وفيه سنيسله هنايا. اخر حاجه البنات اللي خديت من عندهم حتى هي حمقاتني ولكن جاتني شويه كبيره، هو هاد الكسوه هذه صراحه مشيت حتى هي في السيت عجبتني بزاف. قلت هذه علاش لا ندير بها هكا شي تنسيق الا كنت معروضه عن شي واحد زعما عند شي عائله ولا هذا، كنا غاديين معروضين وزعما بغيت نلبس شي حاله تكون عصريه ولكن في نفس الوقت تكون ديال المناسبات. ومني شفت هذه صراحه ماشي عجباتني لان جات في صالتها كما كتشوفوا كتجي قصيره من القدام وطويله من اللور. قلت هذه غادي تجي زوينه ولكن شنو غلطت عاوتاني خديت هنايا واحد اكس ال كما كتشوفوا، يعني الا ما ركزتوش على هذيك الطابله ديال العمر تمشيو فيها في شين، خصكم تركزوا مزيان على ديك الطابله ديال العمر، الطابله ديال العمر طابله ديال العبار. لهذا انا مع ما ركزتش صراحه، قلت صافي غناخذ الاكس ال باش ما تجينيش مزيره، وصراحه جاتني واسعه من هنايا. انا غنوريها لكم كيفاش كتجي من البوسه، مي صراحه الكاليتي ديالها واعره 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 كيف ما كتشوفوا، ماشي زعما داك الشبكه اللي تقولوا تخافوا تقطع لكم دغيا ولا شي حاجه، سينو نو شي حاجه زوينه زعما مخدومه مزيان. فيها سلسله من اللور كتهبط لتحت، وفيها هي الغطاء فيها غير حتى لهنايا تحت السطر، يعني ضروري ما تلبسوا من تحت، انا غنلبس من تحت تريكو بيج باش ما يبان.
وقلت انا غادي نسقها زعما دابا غنوريكم غير كيفاش كتجي من البوسات الكبارين. وراني خليت لكم تايف لبغدا فوق خليكم تشوفوها كيفاش كتجي من البوزه. الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكونوا عجبكم التنسيقات ديال اليوم، كنتمنى يكون عطيتكم افكار باش تقدروا تنسقوا بعض الملابس اللي عندكم يد في الماريو. انا ما عمري كنقول بهاد الفيديوهات انني كنحرض ولا كنزعم البنات باش يشريو بزاف، سينو منها تقدروا البنات اللي كيقلبوا بغاو يبدلوا الماريو ديالهم ولا بغاو يبدلوا الحوايج بحال ما داروا الشوبينغ وما كيعرفوش شنو يشريو ولا كيبغيو يشريو من شين وما كيعرفوش شنو يشريو كيخافوا يلقاو داكشي ماشي هو اللي كانوا كينتظروا. يعني بهاد الفيديوهات تقدروا تعرفوا عن قرب واش ديك البياسه تعجبكم واش لا، تشوفوها ملبوسه تعرفوا الكاليتي تعرفوا العبار. يعني كنظن هاد الفيديوهات اللي شفناهم واحد الناحيه اللي هي مزيانه راهم جد جد مفيده، وتقدروا في نفس الوقت بحال انا اللي كنعطي ماشي كنوريكم غير شنو شريت سينو كنعطيكم افكار ديال التنسيقات، انكم تكون عندكم شي قميجه كتشبه لهذه تعرفوا نعطيكم فكره كيفاش تنسقوها. عندكم قميجه بالكري ولا تريكو بالكري وانا مثلا خديت التريكو بالكري نعطيكم فكره كيفاش تنسقوها، يعني خصكم تاخذوها من هذه البلاصه الايجابيه. وكيف ما قلت لكم ديك الساعه كيدير كل واحد داكشي اللي يسلكو اللي بغى يشري واللي بغى يدي افكار. المهم الفيديو ماشي غير كنوريكم بياسات سينو راني كنلبسها وكنحاول نجبد منها التنسيق باش نفيدكم، يعني في هاد الفيديوهات ما يكونوش غير يعني للاستمتاع سينو حتى للافاده. وصافي صحابتي عزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذا هما التنسيقات ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. بوسه كبيره تهلاو ليا براسكم حتى نتلاقاو في فيديو مجي ان شاء الله. باي باي عليكم.